عفوا ليش الساعة؟ وين هو؟ هذه نصي. نصي. في البداية أشكر السيد المدير الإقليمي الحاج عبد الحفيظ المرجاني على المجهودات الجبارين اللي قاموا بها من أجل تهيئات هذا الفضاء بمعية الطاقم ديالو الأطر الإدارية التربوية في المديرية. الآن عندنا جوج جمعيات، كاين جمعية الرسالة 120 مستفيدة ومستفيد، تنتمي لمجموعة المدن، ثم كذلك منظمة آفاق للتربية والتكوين، تنتمي لمجموعة المدن. معكم الشيف بن طالب محمد، ذو خبرة طويلة في ميدان الطبخ. نعم سيدي، وفي الميدان الخاص بالإطعام الجماعي حنا جينا خصيصا لهذا المخيم، وكنتمنوا عند الله عز وجل نكون عند حسن ظن الجميع. والشركة اللي هي مسؤولة بنا هي عندها قواعد ديالها في النظافة، عندها شواهد إيزو في آخر مكان، كتحتوي على لا كتخدم لي نورم، يعني لي نورم اللي هما انترناسيونال. السلامة الصحية، سلامة الطفل حنا هي أولوية ديالنا. كنتمنى عند الله عز وجل نكون عند حسن ظن الجميع. في إطار البرنامج الوطني للتخييم صيف 2023، بالنسبة للمهمة اللي مكونين كمقتصد بمخيم بالدوزة، نحن كنصر على البرنامج الغذائي اللي هو برنامج متكامل ومتزن ولا يخضع لأي تغيير أو أي مسائل أخرى. وبالنسبة للتغذية راهي مفيدة وصحية للطفل من ناحية المكونات اللي كتحتوي عليها، والأطفال راه جد مسرورين بهذا البرنامج الغذائي خلال هذه السنة لأنه متوفر في جميع الصروت. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية تربوية للإخوان الجميع. بداية كنتواجدوا الآن في مخيم البدوزة بمدينة أسفي، جينا للمرحلة التخييمية المرحلة الأولى على أساس يعني عندنا 120 طفل. كتميز المرحلة التخييمية بمجموعة من المجالات التربوية، منها ما هو تربوي وما هو ثقافي وما هو رياضي. كنوفروا الأطفال على أن مجموعة ديال الأنشطة الثقافية والتربوية. كان عندنا حصة ديال الألعاب كذلك، ومثال كنديروا لهم الألعاب، كنديروا لهم يعني مجموعة ديال الاحتياجات اللي كيحتاجوها الطفل داخل المخيم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد الإشراوي رئيس مخيم بدوزة لجمعية الرسالة للتربية والتخييم. الآن حنا بداية نشكر منبر صافي كود على هذه التغطية الإعلامية المتميزة لنقل أجواء المرحلة الأولى من مخيم بدوزة الذي يأتي هذه السنة تحت شعار عطلة وترفيه. هذا شعار الوزارة وشعار جمعية المخيم متعة وتنمية. فنستقبل في هذا المخيم قرابة 102 طفل يؤطرهم 11 مؤطر ومؤطرة بالإضافة إلى طاقم إداري وتربوي متميز ركم مجموعة من التجارب، كما استفاد من التكوينات الربيعية التي في إطار تكوين درجة أولى. فالحمد لله نحن الآن في اليوم الرابع، أمور الأنشطة التربوية تسير وفق ما وخطط له في المشروع التنشيطي للمخيم، بالإضافة إلى تعامل مدير المخيم والطاقم المرافق له وتعامل جد راقي، تعاون يلم على التعاون على الكفاءة على حب المصلحة الفضلية للطفل.
نحن كذلك نحاول ان قدر المستطاع ان 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 ننوع في أنشطة، ان ننوع في ان نجتهد ان نبدع من اجل ان نحقق المتعة والتنمية والترفيه للطفولة المغربية. مرحبا بكم معنا في منظمة آفاق للتربية والتكوين. صراحة المخيم في المستوى، الأطر ديالنا كسهروا على التربية ديالنا وكسهروا على اننا نكونوا في صحة جيدة. الاسم ديالي لادين محمد طاهر، جيش من كازا الفرع اللي انا فيه الحي حساني. وصراحه هذا المخيم عجبني بزاف، حيت اول مره غادي نمشي شي مخيم بحالو وتعرفت على بزاف الاصدقاء ونتعرف على شي وحدين كثر وثاني وفي الانشطه كيعجبوني بحال كره القدم السباحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.